والآن إلى تذكير من جديد بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يبحث مع وزير العدل ملفات المعتقلين والمغيبين وتحسين أداء دوائر التسجيل العقاري لحماية الممتلكات العامة والخاصة. محافظ صلاح الدين يحدد الخميس المقبل موعدا لقرعة توزيع الأراضي السكنية المخصصة في بلدية تكريت للجرحى وعوائل الشهداء. ارتياح شعبي في صلاح الدين لإجراءات الوقاية والسيطرة على إنفلونزا الطيور وتسريع إجراءات العمل بالمؤسسات الصحية والخدمية. الشمري يوجه القوات المسلحة بتسهيل عودة النازحين إلى قضاء طوز والمالية تؤكد المباشرة بتمويل وصرف رواتب المعتقلين. ختام نشرتنا لهذا اليوم، طبتم وإلى اللقاء.